من يوم ما اشتهرت صارت سفرياتي واجد. يا سلام. اسافر واجد. خلال 6 شهور اللي راحت اسافر طيارة واجي طيارة. اي والله يا ريجي. المهم طالت اعماركم قبل اسبوعين كل اسبوع اطير مرتين. كل اسبوع اطير مرتين من بيشه للرياض. انا طال عمرك وانا داري انا فيني طبع اعلمك الصدق اعرف الرجال اللي يودني واعرف الرجال اللي مو بهاضمني الله اللي رزقني سبحان الله اي والله يا ريت كذا اي لي نظره فضيحه انت يا رجل هيك الحاله تفضح العالم اي والله انا حتى اسولف مع بن شعفول ومع سعد الشهري دايم اقول ما يدهم يا رجال فلان ما يدنيني تروح الايام تثبت لي يجيني يقول اشهد بالله انك صاد انا ادري المهم في واحد عند البوردنج ذا اللي يقص البوردنج تظهر على الطائره كل ما جيت وكذا ورني ثباتك ورني بوردنجك ينشب لي في نحري وانا داري انه ما يدنيني ويدري اني بهاجركم غير اي والله يا رجال ان ظلمته اي والله يا رجال انا ادري ان الرجال ما يبيني شكرا مكرم بس وكل ما جيت قام يدقق على البوردنج قام يدقق على وش اسمه إثباتي ينشب لي شنطتك دي حملتها تسبيرة ما تدخل علّ يا تمر اي والله المهم طال عمرك ويجي لي لاني عند الحلا عصر ويدق علي رجاء شروه من عندي والله اللي ونعم شروك الطيب اي والله يدق علي سلام كيف الحال بهاج قلت الله الله قال يا ابو محمد عندي لك اعلان بكره في الرياض قلت يا رجال قل لا إله إلا الله أنا في الديرة ومن ذا الكلام ما لي يومين من يوم جيت يا رجال قل لا إله إلا الله قال أقول بكرة تجينا عندنا إعلان والمبلغ الطيب مبلغ ونكف نعم المهم طال عمرك قلت أقول تم قال بحجزك طيارة وحجزك أمور ومبلغ زين بيقضي لزومي شهري ولزوم من أحب ولزوم من يعز علي يشهد الله علي ضبط الدنيا كده أنا أشهد لكن اللي ما يكتب عسر أشهد بالله يجي إني عاين اتكلم بكل صدق اني عايل في غرفه الطعام حقه الحلال اي والله يا ريجي ما في الا 3 قد برسي 3 يعني 3 حبات اي والله وصليت العصر قلت يلا يا رب ما لي الا انت انك تزينها ما جلسنا ساعه الا يكلمني الرجال ذا مبلغ بيكد على اوادم وبهاي اي والله يا ريجي والله البيبي الحوت والرودس اشهد اي والله واروح لامي جايه قلت يما انا بطير للرياض أمي أنا لا يتفقى في الإعلام وش أنت كنت عندي شغل أنا كم قلت لا عندي شغل تقول الله يرزق كمك روح المهم وأقعد مواصل يشهد الله علي ما رقدت وأقعد مواصل كيف تبي تركض أي والله مواصل ليلي كله أبلحق على الطيار يوم قدري من عند شركة الكهرب نيم معي واحد من عيالي الواوي يعرف هناك ويتعطل بنا الموتر ونفك الكفرة ونحملها يا ولد وأدق على واحد في المطار تكفى يا ولد من الجماعة يا ولد قص البوردنج حقي أنا متعطلت قال انت المهم مالكم في الطيب فايدة هني جيت قبل الطيارة والله اني حاسبها ب25 دقيقة الله اي والله وجهك عدي بشنطتي يومي بها يوم ما فيه يجيك تفتيش تحط اغراضك اي أيوة. والله يا ريجي انظلمته واضرب باغراضي وعدي مع ايش اسمه ذا قال الرجال ناطحني وجه الصرف ايه احلم 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 انت الاكل بي اي والله كنت وصلت قال عود مع دربك ايه رشد هذا من هو اللي يقول لكم دايم ناشبن في الحري على دنات موضوع ينشب لي قلت احلم يا وجه المسلمين احلم يا وجه المسلمين قال اقول عود مع دربك يا ولد اقول بيمين اقول بيسار اي واظهر وش اسمه واظهر الجو ووري قلت يا ولد عندي حواله جايتني يا اخوك اي والله لا تقطع رزقي لا تقطع رزقي الحواله دي انا عندي اعلان يا اخوك افزعلي ويجينا واحد عسكري ويجينا واحد من اخويا ويجيني اللي انا مكلمه يتوسط لي ويتليمون عليه الرجال هذا جمرك ايه لا 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 حق الخطوط اللي يظهرك بالبوردنج يا ولد ارجوك افزعلي يا مسلمين ويتليمون الرجال انظلمته فحذف بالشنطه قلت ما عاد ابي بروح بذوبي هالكلام ذا الساعه كم الساعه 9 اعلاننا عقب صلاة الجمعة على طول هنية في الرياض أيوة. وكام 9 يا مسلم يا مسلم يا فارعين يا دارعين ما عاد بالشنطة ما يبي الشنطة أروح بذوبي يا ولد أبي في الرجال أبي في الرجال عي المهم يشهد الله علي شهادة حق فدف في الباب حق ذا أبي أشوف الطيار هو يقول طارت أي والله ريجي ألا سلمها ما جود ما راح أي والله شوي ما تعرفون الدبابة ذي الصغيرة اللي تجي لأنها معودة لين وقفت عند الرجال الله يظلمني ان ظلمته وقف عندنا قلت حال السياره جت قال لا 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 هذا جوال واحد وبطاريته ناسيها بردها له
ردني مع الجوال البطارية. ردني مع الجوال اعتبره بطارية يا اخي. في ذمتي يا ولد ودني بروح. قال لا بالله ما انت برايح نشب علي مسؤولية. ويجي رئيس رقبة رجال شروه من عندي ويطلب الرجال يا ولد طالبك طالبك ود المسلم. قال لا والله ماني طالب ما هو برايح. ويسلم الجوال قدامي ويعود. طلع معي واحدة من اخويا عمري وانا اللي التقط الشنطة ما حذف بعله. هالرجل يجي مثل يمين عليه واقرب اقرب لين مسكت تولد. انت ايش تطلبني يا موجه المسلم؟ انا كل ما جيت مع ذا البوابة تنشفت لي تسلطت علي. انت ايش تطلبني يا تطلبني شيء يا ولد؟ لا ما اطلبك شيء ما ادري وايش من ذا الكلام ما فيه مجال. ما في يجينا واحد من الطيران. قال انا كلمت الطيار يقول بينتظر الرجال ذا لين يجي خليه يروح. قال له والله ما في يدي والله لو انا في يدي نظهرك. قلت قول يا الله وقول يا الله في ذا اليوم. قال يا الله قلت ان الله يجيبك وتحوم بك الدنيا اللي انت تجيني مع الحرام نقرط فيك اني ما رحمت الله لا يرحمني الوقت. هذه طراها كلمة الرجال الطيب ذا. هذه من حوايج الناس. والله نحولت الدراهم لو وريك اللي صار لنا وريك يعني هذه رجعتها. والله رقت مبلغ وقدره. شوف واني ما رقت ما رقت اني ما صبحت 300 ريال. شوف سبحان الله الله ما هي الله ما هو كاتب لك. ايه ولكن مثل هذا الموظف هذه حاجة ناس والطيارة واقفة ولا مر سهل يا أخي. بس أبو زور يعني الطيارة لو هي متحركة والله لو هو أخوي ما وقفت الطيارة ورجعت. هذه المسؤولية. الطيارة واقفة يا أخي. في بعض الناس قسما بالله العظيم والله لا عاد الشاحن وجوال ورسلها. قسما بالله اللي إني مرة أنا إيه صح والله إني مرة علم الأغوياء يفزعون والله مرة